الشفق القطبي دي ظاهرة بتحصل في شهور الظلام في القطب الجنوبي زاد، اللي هو زي مثلا حضرتك شايفه اللي هو اللون الاخضر دوت بالظبط. ودي نتيجه، لا دي ملهاش علاقه بالموجات، يعني الظاهره دي ملهاش علاقه بالبحث بتاعه خالص. ده لا ملهاش علاقه خالص، هو بس مجرد ان بتحصل الظواهر كتيره في القطب الجنوبي في فصل شهور الظلام وشهور النهار. فشهور الظلام مثلا الظاهرة دي بتحصل نتيجة بعض التفاعلات ما بين الرياح الشمسية والجزيئات اللي موجودة في الغلاف الجوي، بتخلي بعض العناصر تنتقل من جزء طاقة قليل لجزء أعلى في الطاقة، فعبال ما ترجع للأوريجين ستيت بتاعتها أو الجزء الأصلي بتفقد بعض الضوء اللي هو الضوء ده. فالضوء يا إما أخضر على حسب الجزيء نفسه، هيدروجين أوكسجين، يا إما أخضر يا إما بنفسجي يا إما بعض الألوان الجميلة اللي حضرتك شايفاها دي. دي ظاهرة في شهور الظلام. الظاهرة دي طبعا ممكن مشاهدتها في بعض الدول الإسكندنافية مثلا موجودة، في ناس بتسافر رحلات عشان تعيش الظاهرة دي بالظبط. بالنسبة لناس هو شيء بديع، وبالنسبة لناس تانية دي ظاهرة مخيفة جدا. انك تبقى قاعد وحاسس ان انت بتشوفها بديعة ولا مخيفة؟ انا بشوفها حاجه جديده جدا وبديعه جدا الواحد وجميله جدا يشوف حاجات كده. يعني تبقى انت قاعد السما كله، او مش السما الافق كله لون لون الاخضر او البنفسجي او او اي لون على حسب الجزيئات اللي هي موجوده في الغلاف الجوي. ده المعمل بتاعنا في الكود. عارف يا باشمهندس اللي اتفرج عليها من بعيد ممكن يجي له احساس انه جرافيكس، يعني عارف حاجه متركبه. انما انت بتبقى جوه اللقطه دي. انت بتبقى، لا طبعا دي مش متركبه خالص، دي بتبقى دي بتبقى حقيقه جدا جدا. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحييكم من ابرد وابعد مكان على كوكب الارض القطب الجنوبي. اسمي احمد سليمان، باحث مصري في جامعة كالتيك ومختبر الدفع الصاروخي بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا وكالتيك في كاليفورنيا أمريكا. أنا دلوقتي هنا عشان تجربتنا العلمية اللي هي على مرمى البصر ديت، ولتبحث في الساينس اوف ذا يونيفرس اللي هو بداية الكون ونشأة الزمن، عن طريق ان احنا بنحاول نقيس موجات عمرها بلايين السنين حوالي 14 مليار سنة. الموجات دي بتدينا معلومات غنية بمعلومات كتيرة عن بداية الكون وأصله، وازاي ابتدى هذا الكون العظيم الذي يحوي بيئة من المجرات ومليارات المجموعات الشمسية والنجوم والطاقة المظلمة وغيرها. إزاي بدأ كل ده؟ وهو ده كان سؤال الإنسان البدائي في الأول، كيف بدأ كل شيء؟ إزاي التحقت بالبرنامج اللي بيبحث في أصل نشأة الكون؟ هي قصة طويلة بس أنا أختصرها شوية. هي أنا كنت، أنا أصلاً أنت حضرتك عارف جامعة كالتيك اللي كان فيها الدكتور زويل، ولكن لي شرف جداً إن أنا حضرت حوالي سنة ونص قبل وفاة الدكتور زويل. بس هو كان كيمياء، هو كان قسم الكيمياء، هو كان كيمستري. بس أنا عشان كمان في مصر أنا اشتغلت في مراكز بحثية وقبل ما التحق، ومنهم أنا اشتغلت حوالي 6 شهور في جامعة زويل. وبعد كده نشرنا أبحاث كتيرة، يعني كان في تحديات كتيرة قوي، والحمد لله ربنا كرمني واتقابلت في الجامعة هناك. وساعتها دكتور زويل الله يرحمه استقبلني في المكتب، وقعدنا بعد نص ساعة اداني جايد لاينز كتيرة وحاجات كتيرة، لأن التحدي كان كبير جدا إن الواحد ينتقل من مصر إلى الجامعة الأولى في العالم في الساينس. فعدينا بمراحل كتيرة جدا، ومنهم إن أنا درست الهندسة وكانت في تحديات كتيرة جدا. بس انت خلصت في عين شمس هنا صح؟ انا خلصت الماجستير في عين شمس وبعدين التحقت ببرنامج الدكتوراه.